جدل كبير على العيد، جمعة سبت، ناس تحب جمعة، ناس ماذا بها سبت، ناس مش فاهمة، ناس متقلقة. عبسة ترعمامو، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا عيد. الجدل هذا لاباس، الحمد لله. الجدل هذا ما كانش موجود قبل، لو نرجعوا قبل بن علي ما كانش الجدل هذا موجود. لا، معناها ما كانش موجود من أواخر الستينات حتى السبعة وثمانين. شو اللي صار؟ وقتها في الحبيب، الله يرحمه الرئيس الحبيب وديبة، قرر أن نوليو نعملوا بالحساب، معنا باليومية وحده. هو خذ القرار وحده؟ أي، هو في الأول خذ القرار وحده بشكل فردي. معناها ممكن استشار العلماء وقتها، ما نعرفش، إنما كانت معناها كانت إرادة سياسية. قرر سي الحبيب أنه اللي قال لك شنو هذا، نقعدوا نستناه وماناش عارفين، وهذا تحتيت اقتصاد وفلوس وبنوك وعلاقاتنا بالدول وكذا، باش نقعدوا هكا نستناه تحت رحمة الواحد نهار غدوة مش غدوة كذا. فقال مادام الفلك معناها نجوا عباد طلعت للقمر واحد وكذا، وأنه فما تعرف اللي الشيعة في راو السبعية، معنى الشيعة السبعية الإمامية حكى يقول لي واحدة من فرقة من فرق سادة الشيعة يراو بالحساء. يحسبوا. فقال هو لما هذا، قال لك قبل إذا كان وقت اللي ما زالت الدنيا مش متطورة، معناها يعرفوا بالحساب، خلي طوى الدنيا طورت، يقول لك مثلا مش تصير كسوف ولا خسوف ولا حاجة في النهار الاثنين بالدقيقة الفلانية، تجي كفلك الصبح، ولذا نحسبه بالحساب. وبدينا من وقتها، معنى أنا شخصيا كعقلت على الدنيا، معنى من الستينات، من أواخر الستينات كعقلت على رمضان، معنى وأنا صغير كان بالحساب، معناش ما عندناش نعرفه لغدوة العيد. معناتها الوضعية بتاع اليوم ما كنتوش تعيشوها في الصغرى؟ لا، ما كناش نعيشوها. حتى العام 88 خرج قرار جمهوري وقتها في زين الله يرحمه، زاد هو قرر أنه نرجع للرؤية ونستعيدوا بالحساب كما يقول النص نتاع القرار وقت الجمهور. بقوسين، عام 78 اجتمعوا في تحت رايه الحجراء واحده تاع الاسلاميه، الرابطه الاسلاميه هذيك، اجتمعوا في اسطنبول عام 78 الدول الاسلاميه الكل فيما عدا المملكه المغربيه ما شاركتش اصلا، وقرروا ان الكل يعتمدوا الحساب على معنى على عد على اللي كان معمول به في تونس. التزموا الدول العربية باعتماد الحساب بعد حتى حد معنى قرروا ما التزموا حتى حد قرروها وبعد كيما بعرضوا القرارات اللي ياخذوهم قرروها وما التزموش بالأمر، إلا تونس قعدت مواصلة في الحكاية بتاعها. لأنه حتى تقريبا كل وقتها شاركت إلا المملكة المغربية. تفاعلنا مع كلمك، لأنه مثلا حتى عام 2016 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عمل مؤتمر في إسطنبول عام 2016 وخرج بتوصيات على مستوى العالم الإسلامي يقول فيها أنه يزي من المصالح متاع الناس اللي قاعدين نشتوا فيها بحاجات كما هكا. وصلنا إلى معناتها فيها الاختلافات هذية حول الصيام والعيد داخل دولة واحدة لثلاثة أيام، معناتها فما ناس قالك ينجم الحاج يقف في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة وأهل بلاده يعتبروه اليوم الثامن وإلا السابع، وهذه حاجة معناتها ما تجيش. وصارت وعطاو توصيات بالتوحيد، لأنه يقول لك الإسلام دين الوحدة، واتفقوا من بعد. ما نفهمش أنا علاش ما مشاوش أكثر حول التنفيذ، لأنه يبدو أنه السلطة في هذه المسائل هي سلطة سياسية بالأساس. يقول لك الشهر الهجري يبدأ إذا تحقق الشرط التالي في أي مكان في العالم قبل الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش، وقت اللي يكون البعد الزاوي من بين القمر والشمس الاستطالة وقت غروب الشمس 8 درجات أو أكثر، ويكون ارتفاع القمر على الأفق وقت غروب الشمس حوالي 5 درجات أو أكثر. دوك فما 2016 دعا قال لك يا أخي وحده من مش ما يبديش فما خلافات به. دونك احنا تونس تفردنا وقتها بالقياس بالحساب ولا لا؟ بالحساب قعد تقريبا احنا الوحيدين وقتها اللي كنا نحسبه بالحساب، وكانوا حتى في تونس هنا كان فما اشكال
على خطر كانوا فما الناس اللي كانوا مش راضين بالقرارات السياسية وقت القرارات الرئيس الحدود الله يرحمه، كانوا يحاولوا يعتمدوا الرؤية وياما يشوفوا هما يتبعوا مصر ولا السعودية ولا غيرها، وتلقى مثلا فما ناس كلانديستين ما يصلوا بالسرقة صلاة العيد مثلا. صلاة العيد بالسرقة؟ اي صلاه بالسرقه. وما تقوليش يفطر وقت اللي احنا مازلنا صايمين كما تبع مع الحسن بالعثمان. يفطر وقت اللي احنا مازلنا صايمين كده. الناس تعمل لك نعرف مثلا فما جامع باردو، جامع ما جيت باردو مش الجامع القديم معناها نتاع البحر المتحف، جامع اللي في الثنيه في السنطارين غاديكا، كان الامام بتاعو سيد صالح النايفر الله يرحمه، والشيخ صالح النايفر كان يصلي بالناس فاطمي بي يعرفوه الواحد ما يصلي بالناس اذا كان معناها كما يقولوا عباد صايمه، معناها عباد بقيت توانسه صايمين، فما ناس يمشيو كانوا يدوروا، كانوا جماعه الوقت الاتجاه الاسلامي تسمى، كانوا يدوروا يدقوا على الديار كل غدوه صبحوا فاطرين. اي غدوه صحيح عيد صبحوا، ولا العكس بالعكس، ولا في الصيام كيف كيف. يقولوا لهم ما تعيدوش اقعدوا صايمين. قعدوا صايمين راهو مازال الواحد بالشهر ومازال وصليوا صلاة العيد نهار ثاني عيد. من غدوة فوالا. حاجات هيك كانت تصير معناها، وهذه اللي كانت تلفت الانتباه. أنا كان سؤالي وقتها وأنا صغير، كما قلت لك عشتها وأنا صغير، نقول علاش يتبع معناها أول حاجة خو با كما قلت أنت نظام هذا العباد الكل تكون موحدة وكل شيء. وكي تقول لي أنا تبعنا السعودية، نقول لك أنا علاش ما تبعش المغرب؟ هاي أقرب. وفرض على خط استواء. ما يقول لك السعودية يشوفوا قبلنا. اي جوستومون فهمت هذيك الاشكال. لا ما هو الاشكال توا انا كان معايا رئيس جمعية الامارات للفلك، قلت له مثلا السعودية اذا شافت العيد شافت العيد واحنا ما شفناهش، نتبعوا السعوديه بحكم احنا امه اسلاميه واحده. معناتها كانوا شافوه في بيجا وما شافوش في تونس ولا العكس. احنا امه واحده به توا العكس. إذا السعودية ما شفتوش وإحنا شفناه وأعلنت السعودية ثاني العيد مثلا، أعلنت شنعمل وقتها؟ نقولها لا تبعنا يا سعودية خطر إحنا شفنا قبلكم، ولا يجب نستناه قديش من وقت؟ بالحق فما برشا أسئلة غريبة. فما أسئلة تطرح معناها كل قائل كيفاش 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 نعمله. بعض الفقهاء يقولوا لا، قال شنو قال إذا كانت راه في بقعة من العالم الإسلامي علاش نرجع للمغاربة؟ علاش ما شاركوش في مؤتمر اسطنبول؟ خاطر هما يراو الرؤية المستفيضة. قلت احنا ملكية ولا لا نرى رؤية غير المالكي. اش معناتها هذه؟ معناها يلزم الرأي على القاضي اللي راه وشد برؤية الهلال يجب يكون على المذهب المالكي، ما يستعرفوش مذهب أخرى. وذلك على احنا في تونس كان عندنا نضر القاضي الاخر معناتها هكاك هما هكاك. ولذلك كان في تونس بيدنا كان عندنا زوج مذاهب باعتبار دخلوا الاتراك شبه المذهب الحنفي، قاضي الاهله كان فما قاضي خاص بالهلال اسمه قاضي الاهله. اسمه قاضي الاهله اسمه قاضي الاهله هكا. هذا لاهي بالاهله لاهي بالهلال ويخلص على الهلال يخلص على الهلال. قاضي الاهله هذا يا سيدي يلزم يكون مالكي، ما نهرش يكون حنفي، ما نهمش كل حنفي. معناها علاش؟ على خطر الأغلبية الساحقة متاع سكان البلاد التونسية ملكي. فهمت كيف؟ راهو فما كشعب كبير. ولذا يقول القائل هك الشعب هذا واحد ما دام العلم طور الأمور معناها نعاودوا ننظروا فيها الحكاية بنقولوا جديد. فما نقول لك لا ذاك الحاجة شدت بقعتها وما عادش فما نظر وعادش معناها تقعد هكا الأمور هكا داخلة بعضها كيما هكا كيما احنا توبيكا. قل لي بالنسبة ليوم العيد أي شو ما التقاليد الباهية متاع المجتمعات متاعنا؟ برشا تقاليد باهية. نبدأ بالكرش، نبدأ بالهمهمة. أول ساعة باش أقول لك وقتاش توا عباد أنا قاعدة على الفيسبوك والحاجات هذوما ولا يبعثوا لك معايدة توا. قبل ما تنجمش تعيد إلا ما يروحوا العباد من صلاة العيد. معناتها ما تصح معايدة ما تصيرش قبل. لا خطر فما شكون يعيد بعد المفتي، بعد يطلع المفتي يقول عيد. المعايدة ما تصير إلا بعد أداء صلاة العيد. واضح ديجا ده. في دار بيدا قبل الراجل يكون في الصباح وخارجين الرجال صلاة العيد، الراجل وأولاده وسكورها وكل شيء حتى إن شاء ما كانوش يمشيوا قبل، ما تقولوش عيدك مبروك، تقولوا صباح الخير كالعادة. صباح الخير نهارك زين نهارك مبروك. يبدلوا يزين ويخرج للصلاة، يرجع من الصلاة
تقول له عيدك مبروك وان شاء الله كل عام تحيي بخير، كب عليه هو يبوس مرته وكذا ويقول له ان شاء الله عيدك مبروك، وقتها يعيد المعايده بتمكن بعد اداء صلاه العيد حتى بعدات. هذه في العادات، هذا في عادات، هذا جات عادات عادات اهل تونس. يعني انه فما تزاور حاجه ياسر باهي انه العباد تطلع على بعضها وتتزاور معناها ويعيدوا على بعضهم يمشي وكذا في محلاها، هذيك اللي قاعده تنقص طويق للاسف الشديد نتيجه البعد ونتيجه للهوى والتواصل الاجتماعي. اتوا كلامها فيديو حكايه اخرى. ايوه كان فيديو الهمهم الماكله التطييب الماكله. قالوا الماكله اول حاجه ساعه من قبل احنا نحضر يا سيدي في الـ في الـ في, الـ في الحلو عندنا جمعة ولا عشرية نحن نحضر في الحلو سيدي، نحضر في البقلوات والكعك والبغريبات كل جهة شنو تعمل معناها من حلو. ما يتشريش حاضر ها؟ لطف يا ربي، بعيد الشر إن شاء الله. شو الشيء من السوق؟ بعيد الشر شو الشيء من السوق؟ نسأل ما يتخلوهاش. نسأل ديجا قبل ما كانش عنده بحاجة تسمها بالسوق يتشري من السوق، ما يعرفوش معناها حاجة جديدة هذه حكاية السوق اللي هذه ظهرت من السبعينات. الصباح كانوا على ليميت اللي ما تعرفش وكذا، تعيط لجارتها تحللها، تجي امها تحللها، تعاونها كذا وهي تتعلم وفي غمازير تقعد تتعلم بشويه بشويه. وتقعد منعوتها بصباع حتى لين تتعلم. بالطبيعه تقعد منعوتها بصباع بل شنو في بالك. بعد مثلا نجيبوا الحلوانيات في الفرحات في الفرح ما تعرفش مليح تحل حلو، تجيب حلوانيه ما يسالش. اما في العيد لا، العيد خدمة يدها إذا بتوري بغابوغ نتاعها مش عارفوا مرت سيفلين حافقة وبنت سيفلين حافقة معناه وكذا، وتمد لهم المنتوجات نهارة العيد تفضلوا ذوقوا. أي فعلا هذا بالنسبة للحلو. ثم بالنسبة للمالح كل عائلة كيفاش. أنا قاعد نكتشف في حاجات جديدة ظهرت لي أنا جديدة ما تربيتش بها في 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 طقايا معلومة، ولاو توانس برشا توانس نهارة العيد يطيبوا الملوخية. أي اه ماهيش من انا على الاقل اللي نعرفه انا في المحيط نتاعي والكبار اللي عشت معاهم ماهيش ملوخيه، ما يطيبوش الملوخيه خاطر عاده كيما يعملوا اهلنا في السقس ولا اهلنا في الساحل يعملوا الشرموله بالحوت والحوت الملح. وشرموله والحوت الملح باش ترجعك المال اللي خسرناه في فوالا. في تونس العاصمه مثلا شو يعملوا كيما بعض عائلات في بنزرت ولا عائلات في ماطر ولا غيره يعملوا طاجين المرقات خاطر فيه المالح. ايه ويعملوا الحلال بالقديد خاطر مالح. علاش يعملوا هذاك خاطر علاش باش استنس 31 يوم وما يشوش الماء في النهار ينسى شرب الماء، فهيك الحاجه عند الاول تعطش مش يشرب الماء الماكسيموم مش يعوضك الماء اللي ضاع. واضح انا عندها حكمه. اغلى ملوخيه ما تشربش الماء معناتها لا والله وانا اللي بشي كل ملوخيه يشرب الماء ولا اللي جاي طالع بسم الله عليكم خيار وما يشربش الماء. ثم الملوخيه تفوح وتصير انت مثلا حطت ملوخيه في الدار طيب ودخل العباد يعيدوا خشاشة صغار تعطيهم ولا ما تعطيهمش ملوخيه خاطر فايح، واذا كان عطيتهم ممكن يوصلوا حوايجهم تاع العيد. والعجه تاع الرنقه فما عيش الرنقة فما باش يزرعوا باش كل جهة فما عباد يعملوا حاجات خاصة كيما قلت لك يحاولوا يعملوا حاجات مالحة شوية زاكية شوية مش يقعدوا ويشربوا الماء. لكن بالطبيعة ماكلة الحلوة هي اللي تطغى على أيام العيد معناها أيام العيد. كيما فما ماكلة خاصة بأول عيد وماكلة خاصة بثاني نهار تاع عيد ولا ليه؟ لا ولا نهار ثاني عيد يولي فري سي لا هو نهار العيد كيما قلت لك كيما في الساقس يعمل الشرموله في تونس يعمل المرق الطاجين المرقاز وكل شيء. نهار ثاني عيد شو اللي يعملوا عاده؟ موك حلوا الحلو مثلا حلوا البقلاوه قاعده العجينه تاع البقلاوه اللي طرف مثل الحراف اللي قاعد بي اللي ما تعملوش هيك يتخبى. نهار ثاني عيد هذاك يعملوا بيه بقلاوه مالحه. بقلاوه مالحه طاجين اي طاجين بالورقه يحلوا الوراق كيما نحلوا ورقه البقلاوه وفي بقعه نحطوا اللوز في الوسط نحطوا حشو بالح بمعنى نطيبوا طريف الدجاج عمري ما سمعت طريف الحب وكذا ونعملوها قصوها مربعات مش ابراج بقلاوه. عمري ما شفتها وعمري ما ذقتها وعمري ما ريت هذه. اي المره جايك تجي حذايا نعمل لك البقلاوه البارحه يا سيدي. واضح. عبسه ترى عميم ويعطيك الصحه عيدك مبروك كل عام وانت حي بالف خير. مبروك شكرا ليك.